ركبنا ألواح الطاقة السنة الماضية. أجدنا الفكرة من قلة الشغل ونحن عندنا جيب ارتوازي، غلاء المازوت وقطع الكهرباء وارتفاع الأسعار، نصحنا واحد من قرايبينا مهندسي زراعيين بتركيب الطاقة الشمسية. استعنا بأرض من أرضنا، بعنا قسم من الأرض دلهم أرض، وبحق هالأرض اشترينا الواح الطاقة، واستعنا بخبرة صاحب خبرة وعنده دراسة، اشترينا الواح وركبنا هنا كهربائي. سألنا مزارع قديم نصحنا بالواح الأوروبية 250 مستعملة، يعني عقلة المصريات اخترنا الواح المستعملة أقل تكلفة. ركبنا 44 لوح قياس 250 أوروبي مع كلفة القاعدة 1750 دولار، مع كلفة الغطاسة وشراء انفلتر وخرطوم للغطاسة الكلفة الإجمالية صارت 4000 دولار. استفادتنا من ألواح الطاقة بتوليد الكهرباء للغطاس للإنفلتر. الإنفلتر بيعطي كهرباء للغطاس المي، الغطاس المي يصب مي على البركة بتوليد الكهرباء، ومجهزين البركة لسقاية الأرض بتمديد الخراطيم وتوزيعها على الأرض الزراعية بشكل جيد. ألواح الطاقة بس إني حطيت شارون ترتاح من دفع فاتورة الكهرباء أو ماتور مازوت أو تغيير زيت. بنصح جميع المزارعين اللي عنده زيتون أو أرض زراعية بحفر بير أو استخدام ألواح الطاقة، بشراء ألواح الطاقة عنده استطاعة، وسقاية الأرض وسقاية الزيتون بتشكيل الخضر من أنواعه.